در سفر من به بغداد انجام شده بود. واليوم كانت هناك مباحثات جيدة بين الجانبين وتحدثنا عن تفعيل وتطبيق كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارتي لبغداد. فأول اتفاق في الواقع كان فيما بيننا حتى اليوم تمكنا من تنفيذ هذا الاتفاق، وهو فيما يخص إعطاء سمات الدخول والفيز بالمجان للمواطنين الإيرانيين والعراقيين. وأنا أعتبر هذه نعمة، نحن نتمنى بأن الشعب الإيراني والشعب العراقي يستفيدان من هذه النعمة، وهذه التسهيلات تؤدي إلى مزيد من التقارب بين الشعبين العزيزين. وكذلك فيما يخص مشروع ربط السكك الحديدية بين إيران والعراق، كانت هناك تأكيدات من الجانبين ليتم هذا الربط، ونتمنى أن يتم هذا الربط في مجال تصدير الكهرباء وربط شبكة الكهرباء الإيرانية والغاز، وفي المستقبل ربط شبكة النفط بين البلدين. نتمنى أن تستمر هذه الجهود، ونحن مستعدون لهذا الأمر، ونعتقد أن الربط بين البلدين في هذه الشبكات وهذه المجالات لا تفيد الشعبين في البلدين، بل تفيد الدول الأخرى أيضاً.